فصل الصيف بيتميز بالاجازه اللي فيها اطفالنا بيبتدوا يخرجوا اكتر من الطبيعي، فصل المتعه والاستمتاع، فيها العديد من الاكتيفيتيز، فيها العديد من الانشطه، لكن للاسف الشديد بيقابلنا بعض المشاكل اللي ممكن تواجه اطفالنا في هذه الفتره من العام. اهم شيء هو ارتفاع درجه الحراره الشديده اللي بيكون سبب الى انتشار عدد من الامراض التي تتمتع بانتشارها في فتره فصل الصيف. كلنا لاحظنا الفتره الماضيه انتشار نزلات المعوية البكتيرية ما بين أطفالنا، نظر إن ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى فساد الطعام، خاصة لما كان الأطفال ما زالوا في المدرسة فكان بيحصل بسرعة، بدأ انتشار بعض الأمراض. الأمراض اللي يجب إن احنا نحذر منها هو أمراض الجهاز الهضمي، النزلات المعوية، التسمم الغذائي، ارتفاع درجة الحرارة الشديدة اللي ممكن يؤدي إلى صدمة حرارية. يجب إن احنا نعزز من هايجين أو مثلا النظافة الشخصية، غسل الإيد، التأكد من صلاحية الطعام قبل تناوله، تناول الطعام في أماكن موثوق منها، تقليل الفاست فود على قدر ما نستطيع، تجنب التعرض للشمس ما بين فترة من الساعة 10 إلى الساعة 4 بصورة مباشرة، عند استخدام كريم معين لطرد الحشرات، وده شائع استخدامه في هذه الفترة نظرا لانتشار البعوض. يجب إن احنا نتأكد من إن الكريم مطابق لتعليمات وزارة الصحة، لأن منها ما هو آمن ومنها ما هو غير آمن.